السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو جديد من فيديوهات مستر اسماعيلي من مدينة البعرات غرب الأقصر. هنشوف دلوقتي شجر الموز، هنتمشى في شجر الموز، هنشوف ورق شجر الموز دلوقتي فوق. شوف حجم الورقة قد ايه، ادي الورقة شكلها مصلى على النبي اهو الموز. طبعا شوفوا حجم الساق بتاع الموز اهو ازاي. هنشوف نتمشى في ثمار الموز اهو، هنشوف ادي الشجره طرحه اهو، اللهم صل على النبي اهو. هنتمشى شويه اهو يا جماعه، ادي الموز اللي طارح اهو، قلنا ده بنحطه في مكان بعيد عن الشمس عشان يستوي. طبعا احنا وريناكم في الفيديو السابق ازاي اهو، ادي الثمر بيطلع منها الموز اهو، بيطلع بنبدأ نفس الشكل اللي احنا شايفينه ده اهو. شوف حجم بقى الساق بتاع الموز قد ايه بقى اهو، شايفين اشتركوا.